السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التعبير الكتابي، توليد الأفكار من نص الموضوع، الصفحة 21. إذن سنقرأ الموضوع ثم نعيد يعني القراءة لكي نستخرج يعني بعض الأفكار الأساس من هذا النص. إذن بالنسبة لموضوع التعبير الكتابي هو توليد أفكار. إذن لدينا نص موضوع، المطلوب منا أن نقوم بتوليد أفكار، يعني نبحث عن الأفكار الأساس ثم نحاول أن يعني نولد أفكار فرعية، جزئية، ثانوية بالنسبة لهذه الأفكار الأساس لكي نحصل على موضوع كتابي. إذا نظمت تعاونية مدرستي زيارة لمدينة تاريخية من مدن بلادي، راقتني مناظرها الطبيعية وأثارتني مآثرها التاريخية وتنوع عادات أهلها وتقاليدهم وكثرة مطاعمها ومحلاتها وإقبال الزوار عليها. إذا سأتحدث إذا بالنسبة لهذه الزيارة عن الأشياء التي قمت إذا بها. إذا لدينا الزيارة، إذا ما هي الأشياء أو الأنشطة التي يمكن أن أقوم بها أثناء هذه الزيارة؟ إذا هذا هو نص الموضوع. عندنا واحد الزيارة لواحد المدينة اللي هي تاريخية، فيها مناظر طبيعية، فيها مآثر تاريخية، فيها عادات وتقاليد. إذا لاحظوا معي، عندنا مدينة تاريخية، إذا عندنا المناظر الطبيعية، عندنا مآثر تاريخية، وعندنا عادات وتقاليد. هنا غادي نفهم بأنني خصني نهضر على المناظر الطبيعية، غادي ندير وصف المناظر الطبيعية، غادي نتكلم على المآثر التاريخية، وغادي ندير إشارة كذلك للعادات والتقاليد ديال هاد المدينة، وفي الإشارة كذلك إلى يعني التنوع العرض السياحي، هنا كثرة المطاعم والمحلات وإقبال الزوار. إذا بالنسبة للأشياء التي قمت بها، عندي هنا زيارة لمدينة تاريخية، ثم سأتحدث عن المناظر الطبيعية. المناظر الطبيعية، ثم أتحدث عن المآثر التاريخية. المآثر التاريخية، سأتحدث كذلك عن العادات والتقاليد. إذن العادات والتقاليد الخاصة بأهل هذه المنطقة، وسأشير إلى المطاعم والمحلات. إذن تنوع العرض السياحي، المطاعم والمحلات التجارية بطبيعة الحال، إذن والمحلات التجارية. إذن لأبني عفوا أفكار الموضوع، يجب أن أضيف مفردات مرتبطة بما هو محدد. إذن إلا هضرت على المناظر الطبيعية، فأنا غادي نذكر شلالات، حدائق، أنهار، جبال، سهول إلى آخره. بالنسبة للأوصاف اللي غادي نعطيها، رائعة، خلابة، جميلة، مبهرة، ممتدة، ساحرة إلى آخره. بالنسبة للمآثر التاريخية، المآثر التاريخية عندنا صومعة، إذن غنهضر على صومعة، مساجد، مساجد، أسوار، مثلا أسوار المدينة، أسوار، قصور، قصور إلى آخره. إذن عالية، الوصف عالية، تاريخية، تاريخية، أثرية إلى آخره. بالنسبة للتقاليد والعادات، إذن الترحيب، الكرم، الجود، حسن الضيافة، حسن الضيافة. وبالنسبة للمصطلحات أو الصفات التي يعني نصف بها المجال، إذن بحفاوة، بحب، بحب، إذن بفرح، بسرور إلى آخره. إذن المطاعم والمحلات، إذن هنا وجبات، إذن أكلات شعبية، مثلا أكلات، مشروبات، مشروبات، إذن هنا يمكن أن نقول محلية، تقليدية، تقليدية، مبتكرة أو شعبية، شعبية. إذن إقبال الزوار، إذن السياح، الزوار، المستكشفون إلى آخره. إذن
بالنسبة للصفات المناسبة لهذا المجال يمكن أن نقول مستمتعون، فرحون، منبهرون، مبتهجون إلى آخره. إذن بالنسبة للعملية الموالية هي أننا غادي نقوموا بتركيب جمل انطلاقا من هذا يعني الجدول. بطبيعة الحال هذه الحصة الأولى هي خاصة فقط بالتخطيط، إذن غتكون عندنا حصة ديال الإنتاج وديال كتابة المسودة والإنتاج. إذن بالنسبة للحصة ديال التخطيط دابا غادي نبني جمل. إذن هنا غادي نهضر كل مجال غادي ندير فيه جملة مفيدة. إذن تتميز، إذن هذه المدينة تتميز بحدائق، إذن غنهضر على حدائق، بحدائق وأنهار خلابة. إذن هذه جملة الأولى، غنهضر على المآثر التاريخية مثلا. أسوار المدينة، أسوار المدينة عالية، إذن الوصف ديال المآثر التاريخية. غادي نقدر ننوع بالجمل الفعلية والجمل الإسمية. دابا التقاليد والعادات، إذن يتميز أهل المدينة، أهلها بحسن الضيافة، إذن الضيافة. فقد استقبلونا، إذن فقد استقبلونا، غادي نديرو دابا الصفة، استقبلونا بحفاوة. غادي نمشي للجملة الثانية ولا الرابعة، إذن هنا غادي نهضر على المطاعم والمحلات. إذن تمتاز بوجود محلات لأكلات شعبية. إذن هاني وصفت دابا المطاعم والمحلات، دابا غادي نهضر على إقبال الزوار. يقبل عليها الزوار من كل مكان لاكتشافها، لاكتشافها. إذن هذه الجملة ديال الإقبال ديال الزوار. بطبيعة الحال هذه الجمل غادي نرجعوا لهم في الحصة الجاية إن شاء الله ديال كتابة المسودة، باش نحاولوا نرتبوهم ونضيفوا لهم معلومات أخرى لكتابة موضوع كتابي حول زيارة تاريخية لمدينة أو زيارة مدرسية لمدينة تاريخية. غادي نزيدوا المقدمة والخاتمة أكيد بالنسبة للعرض، فاحنا غادي نتحدثوا على هاد الجمل هادو اللي شفنا انطلاقا من توليد الأفكار. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.